جميلة. أنا ربنا يبارك فيك. صوت جميل قوي. صوت جميل قوي يا مدنة. أنا متأكدة أن أحبائنا المشاهدين يعني منتظرين يشوفوا حاجات أجمل وأحلى. طب أنت بقى في البيت كده لما تكون ليكي مزاج يعني وعايزة ترنمي بتعملي إيه؟ في الأوضة عليكي وترنمي لوحدك ولا تخش المطبخ كده وماما تقول لك بلاش دوشة وكده؟ يعني ساعات جايبة كاريوكي ماشين كده ساعات أشغل عليها الموسيقى وأقعد مع نفسي كده أقعد أرنم عليها. هل حاولتي مرة تقولي ترنيمة كده جديدة يعني تألفيها تلحنيها مثلا يعني ولا؟ لا بصراحة ماليش في الألحان والكلمات. طيب احنا يعني صوتك جميل قوي يا مدنة، بس احنا هنطلع فاصل وهنرجع تاني لانك هترنمي مع كورال وهنسمع حاجة جميلة جدا من مدنة ومع الفرقة الموسيقية. الفرقة الموسيقية كمان هيبقى في فرقة موسيقية بقى وهنسمع بقى اللحن مظبوط مع الفرقة ان شاء الله. طب هتسمعينا ايه بعد ما نرجع من الفاصل مع الفرقة الموسيقية؟ هنقول سود يا يسوع في حياتي. سود يا يسوع في حياتي. طيب أحبائي المشاهدين زي ما سمعتوا مدنة هنسمعها كمان شوية مع الفرقة الموسيقية. فاصل ونواصل وإلى اللقاء واستنونا هنرجع تاني بسرعة.
شيء وملوش حدود. ما تعلش الهم وما تخافش ربنا موجود. مريم أم الغلابة بلسم يشفي التعابة قدام الله تملي دعواتها مستجابة. بارك بلادي